المؤشرات وتقارير وتحذيرات من الامريكي انه في ثمه هجوم وشيك، وانه في هجوم هيبقى كبير، وان في حشد لمئات الالاف من الجنود الروس. لكن الغريب والعجيب ان زيلينسكي يعني بيصر على ان ذلك الامر ليس صحيحا، ليس دقيقا، انه في تم التهويل، انه ما فيش حشود ولا حاجه للدم والدمار، وانه ما فيش هذا الكلام يعني عار عن الصحه. فهو امر يعني يثير الاندهاش الكبير. يعني المراقبين والحليف الاكبر والذي يمد اوكرانيا وزيلينسكي بالسلاح والعتاد يؤكد على ان ثمة هجوم سيحدث، وكما يعني كما يعني وصل او ذهب الى ذلك قبل الغزو في 24 من فبراير 2022. يعني ذهب الى ذلك، كان قبلها بحوالي 3 أشهر تقريبا، في تقريبا في شهر نوفمبر 2021، واكد ان روسيا ستقوم بتلك العمليات العسكريه. ولكن في هذه المره رغم يعني تلك التاكيدات الامريكيه، الا ان زيلينسكي يقول لا، هذا امر فيه مبالغه، وانه لا حشود ولا غزو ولا تطوير للهجوم.